الوسيلة خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الضلوع في الجزيرة الخضراء مسقط رأس الحاجب المنصور انطلقنا إلى هناك لنروي سيرة رجل دخل 50 معركة مع أعدائه لم يهزم في معركة واحدة قط. لم تكن المدينة تحكي شيئا من الآثار الأندلسية القديمة، لم نشاهد فيها تلك الدروب الضيقة التي كنا نشاهدها في قرطبة وإشبيلية وغرناطة وغيرها، لم نشاهد حصونا ولا قلاعا كتلك التي كنا نراها في بعض الطرق، لم نشاهد فيها إلا شيئا يسيرا من الآثار التي قد تكون موجودة في أي مكان. وفجأة وإذا بصاحب لنا يشير إلى تمثال في أقصى الميدان. تمثال من هذا؟ هل هو تمثال أديب أو فنان أو ملك من ملوك إسبانيا؟ انطلقنا متوجهين إلى هذا التمثال، فلما اقتربت من التمثال وأقرأ ما كتب فيه وإذا به يشير إلى أن هذا التمثال هي صورة مجسدة للحاجب المنصور. إن أهل الجزيرة الخضراء يفتخرون بالحاجب المنصور، وإن كانوا يختلفون معه في الدين لكنهم يرون أنه من أهل هذا البلد، والذي استطاع في يوم من الأيام أن يحكم قرطبة بل يحكم الأندلس بأسرها. يا للمفاجأة، تمثال الحاجب المنصور هنا. لا أدري ما الاسم الذي ينبغي أن يوضع عند هذه الحلقة، لكن لا شك أن تنوعها سيجعل كل واحد منكم يضع له اسما من عنده. أردت أن أختار في هذه الرائعة من رواعي تاريخ الأندلس وهذه الحكاية من حكاياتهم قصصا متنوعة تحكي لنا بعض الصور والمواقف التي دونتها كتب تاريخ الأندلس. يذكر عن أحد العلماء الشعراء يقال له عباس بن ناصح الجزيري، وكان موجودا في أيام حكم الحكم ابن هشام الأموي المعروف بالحكم الربضي، رحل هناك إلى جهة الشمال 75 كيلو شمال شرق مدينة مدريد في مدينة يقال لها وادي الحجارة، ما زالت معروفة ومحتفظة بهذا الاسم إلى يومنا هذا. وهو مار بهذه المدينة أو هذه القرية وإذا به يسمع امرأة تصرخ وتستغيث بالحكم الربضي، ما أبعدها من مسافة، هذا موجود في قرطبة وهذه موجودة في وادي الحجارة، لكن هذا الرجل المسلم كانت له حاجة في وادي الحجارة فسمع هذا النداء فأوصل نداءها مباشرة إلى الحكم الربضي بقوله: تدارك نساء المسلمين بنصرة فإنك أحرى أن تغيث وتنصرى. فلما سمع الحكم الربضي هذه الكلمة سأل عن مقصده وأخبره بخبر هذه المرأة، فسير جيشا وأنقذ هذه المرأة مباشرة. قصة أخرى، أحد العلماء يقال له ابن الحكم الفرضي، توفي في سنة 403 هجري في قرطبة، ذهب إلى مكة حاجا
وهناك كعادة المسلمين كما نعرف وهي سنة نبوية وقف عند الكعبة وأراد أن يدعو، ثم تعلق بأستار الكعبة. قال: فلما تعلقت بأستار الكعبة لم يأتي على ذهني من الدعاء إلا أن أسأل الله عز وجل بصدق أن يبلغني منازل الشهداء. لا شك أن هذه الدعوة إذا خرجت من مؤمن صادق فإن الله عز وجل يستجيب له. يقول: لما تركت باب الكعبة أردت أن أرجع مرة أخرى لأستقيل، كأني أطلب الله عز وجل أن يقيلني من هذا الدعاء، أن يقيلني من هذه الدعوة. قال: فاستحييت من ربي، فقضى حجه ثم ذهب إلى قرطبة، فجرت هناك ثورة في نفس العام وقتل شهيدا رحمه الله تعالى. موقف ثالث من المواقف التي تظهر عزة المسلمين في قرطبة وفي بلاد الأندلس في ذلك الوقت. كان هناك حاكم في الأندلس يقال له الفونسو السابع، كان يعرف بالعالم لسعة علمه. أراد أحد أبنائه وهو شانجة أن يخرج عليه، فلم يجد هذا الحاكم إلا أن يستعين بالمسلمين. استعان بأحد حكام بني أمية في ذلك الوقت، أو استعان بالمنصور الماريني، فأراد المنصور الماريني أن ينقذه، فدخل عليه الفونسو ورمى له بتاجه إجلالاً واحتراماً، ثم قبل يد المنصور الماريني أحد حكام بني مارين ممن عرف بصلاحه وتقواه وجهاده، فلبى المنصور الماريني نداءه، ثم خرج إلى ابنه الذي خرج عليه وهو شانجة حتى استطاع أن يقضي على ثورته. من الأشياء التي تذكر في تاريخ الأندلس ما يتعلق بقصة لها ذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد كاتب هرقل الروم في السنة السادسة من الهجرة يدعوه إلى الإسلام: أسلم تسلم، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين. هذه الرسالة المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تبين كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هم تبليغ الرسالة إلى الناس جميعاً، وكيف أنه وهو في بداية ضعف دولة الإسلام في نظر غيره، لأنها لا زالت الدولة فتية، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث من قبل ربه سبحانه وتعالى يوجه هذه الرسالة إلى الثقلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا سؤال: أين استقرت هذه الرسالة النبوية التي بعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل العظيم الروم؟ تذكر بعض المصادر الأندلسية أن هذه الرسالة نظرا لأهميتها كونها من إنسان كان يعد في ذلك الوقت ملك العرب اللهم صل وسلم عليه، وهو المبعوث من ربه جل وعلا، هذه الرسالة لأهميتها البالغة صار ملوك وسلاطين وأمراء الروم يتناقلونها من مملكة إلى مملكة ومن مدينة إلى مدينة، حتى استقرت هذه الرسالة كما تذكر بعض المصادر الأندلسية عند الفونسو السابع في حدود سنة 587. فإنه يذكر عبد الملك بن حبيب أحد علماء المسلمين أنه دخل على الفونسو فأطلعه على هذه الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هكذا ذكرت بعض المصادر الأندلسية. كل مكان في الأندلس كان يحكي فرحا، كل بقعة في الأندلس حدثت بعد ذلك ترحا، جوامعها، ميادينها، أزقتها، دروبها، بيوتها، أفنيتها، سهولها، جبالها، حتى
حتى أنهارها كلها تحكي صوراً من هذه القصص المؤلمة، لم يتركوا مجالاً إلا وتعرضوا للمسلمين فيه، لم يتركوا مكاناً إلا وتركوا فيه أثراً يعبر عن الهمجية التي كانوا عليها. من جملة تلك الحكايات الأندلسية أيضاً ما جرى في سنة 540 من الهجرة لما سقطت قرطبة عاصمة الدولة الأندلسية، هذه الحاضرة التي تعد من أعظم حواضر الإسلام. يقال بأن هناك مصحفاً ينسب إلى عثمان رضي الله عنه، ولعله مصحف عثمان، لأن مصحف عثمان كما نعرف لما فتحت الأمصار ووقع خلاف بين المسلمين في المصحف الذي كتب، فقراءة أهل العراق تختلف عن قراءة أهل الشام، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع كلمة الناس ووحد كلمتهم ونسخ مصحفاً عرف في التاريخ باسم مصحف عثمان رضي الله عنه. هذا المصحف إن كان قد تبقى منه شيء فإنما هي وريقات صغيرة من هذا المصحف. في سنة 45 من الهجرة كما يذكر بعض من كتب في تاريخ الأندلس أن بعض المسلمين أطلعه بعض ملوك النصارى على بعض بقايا مصحف عثمان رضي الله عنه، وكان المسلمون يحتفظون به في قرطبة، ولذلك نقلوه إلى المغرب، ويقال إنه ما زال موجودا إلى يومنا هذا. من طريف تلك الحكايات أيضا، وأنا أسوقها بغير ترتيب، أحد العلماء يقال له محمود بن عبد الجبار بن راحلة، هذا العالم كان معروفا بالشجاعة، كان شجاعا جلدا يهابه الروم في قتالاتهم. في بعض المعارك التي جرت في طليطلة كان الناس لا يقفون أمامه من شجاعته، وبينما كان يجري 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 وإذا به يصطدم في شجرة، فضرب رأسه بهذه الشجرة فوقع، فهاب الجنود القشتاليون من الاقتراب منه، ظنوا أنها حيلة منه، لم يقترب أحد منه، لكنه ظل صريعا فترة طويلة، فصاروا يقتربون إليه الهوينة حتى يتأكدوا لعلها حيلة، فلما حركوه وإذا به ميت رحمه الله تعالى. أختم بهذه الحكاية من حكايات الأندلس في حدود سنة 487 لما سقطت طليطلة، وكان فيها جامعها المشهور، وقبل أن يحول إلى كنيسة وقف عالم يقال له الغمامي رحمه الله تعالى ومعه بعض طلابه، فنشروا مصاحفهم وجلسوا يقرؤون القرآن قراءة مودع. حاول بعض النصارى أن يدنو منه، أن يطردوه، لكنه رحمه الله تعالى طردهم طردا عنيفا، أبى أن يقطع قراءته. كانت القراءة مليئة بالحزن والأسى والشجاء، كانت القراءة فيها استرجاع لهذا الماضي، أظن أن في القراءة أيضا تأنيبا للضمير وتوبيخا لما حصل من تقصير من المسلمين في هذه المدينة العظيمة التي كانت تعد من أوائل المدن التي سقطت في أيدي الأندلس. أنا على يقين بأن لسان حاله وهو يقرأ يقول: الله يعلم أنني كمد لا أستطيع بث ما أجد. استراحتنا هنا في الجزيرة الخضراء في إحدى حدائقها الخضراء، والتي اليوم لا تكاد مدينة من المدن الإسبانية تخلو منها، ففي كل مدينة نحط رحالنا فيها ونقضي فيها ساعات من العمل المرهق، نحتاج أحياناً إلى مكان نجلس فيه للراحة بجانب الخضرة والماء الجاري. أنا على يقين تام أن هذه الخضرة والعناية بهذه الحدائق
سواء كانت حدائق عامة أو في الأفنية والبيوت، هي مستوحاة من التاريخ الأندلسي المشرق. ألم يكن عبد الرحمن الناصر قد وضع له حمى واسعة بجانب قرطبة، ووظف تلك الحمى الخضراء لوضع الحيوانات والطيور وغيرها لتعبر عن عنايته بالحدائق والجمال والحيوان؟ ما أروعكم يا أهل الأندلس. نسينا خبروها كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع، كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بيننا.